أنا قصدي إنه أنا أيام الحرب كنت نايمة، فصار قصف قريب عن البيت ووقع علي الشباك وأنا نايمة، فخفت كتير. وبعدين صرت أحلم بالقصف، تجيني كوابيس، وبعدين صرت أخاف وبطلت أغني زي أول. فلما صرنا نيجي على الجلسات صرت ألعب مع صحباتي وانبسطت كتير ورجعت أغني زي الأول، فكتير كنت مبسوطة. أول ما أجيت على النادي كتير كنت خجولة، لما أخذت جلسات مع الأنطي صرت أتشارك مع البنات، أعطت لي جلساتي إنه ما خجلش من حدا. لعبت معها في الرياضة وأنا كتير 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 انبسطت في الرياضة.